صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين، من كان عليه حج وعليه كفارة وعليه دين، فماذا يقدم؟ إن كان عنده مال يغطي الديون اللي عليه لله وللخلق ويغطي الحج يحج، أما إذا كان ما عنده مال يغطي إلا للديون فإنه يقدم سداد الديون وليس عليه حج. نعم.